بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسن العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والديمان وندمه توتشي أباتنا توتشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه سلا نواقض الإيمان أو نواقض العقيدة أو التوحيد بلو إيمانا إميا بلاشو إميا قولونا إميا تفونا قروتشن إيتنقا قرنونا يلنو بزو نتبوتشن أسال فنان إن شاء الله هنم ودفي تتوسنو تتعمالي نتبوتشن إنا وسال بإيمان لاي بكفتين يا درجة تصنو كميا سادرونا إيمانا ملو بملو كميا ساتو نقروش مكاكل لو دقمتنو السحر. سحر من دنو سحرم بتملكته أبو محمد المقدسي من الالو هو عزائم وعقد ينفث فيها ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتداخلات يتعلمها صاحبها من الشياطين ويخضع لهم وله حقيقة، ومنه ما يؤثر في القلب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وتأثيره بإذن الله الكوني القدري. هنا قرأ لز بدن بلب ستنو إنما الكتب يعني رقاه يمبالو عزائمنا وعقد ينفث فيها من نب النب من نب بنقر إن رزيهم دمو قاتروا دقامي وأكل يتفع توثو إيالا يمي قاتروا نقرنا ودقم تمبالو ورقا من نب بنقر هلا من نقرم نككر على مدهاني تنمي كممال ميكاك عصو نقرو تشالو النزيهن عاتشو ديكم تمي بارتو نقري النزيهن هلو يعكتال من نب النب مياك تموت تموت نقر على النزيهن دقمو ينفال ميانبو نقر على ميلو نقر على من نقرو تشو ما يتاوكو نقرو تشالو مدهاني تمك أممال ميكاك عصو نقرو تشالو نا يهين درقيت ميفتسمو كشيطان ميمارو لشيطان كشيطان لممار كفيال له طبعا واقال له واقاو من دنو كتب له إيمانا مشتنو أمنة مشتنو ودك بهونو بما يرباو بتعمر كاش بهونو تقبار مالتنا دقمت ميبالو نقريم سحر ميبالو نقر حقيقة قال إن كان يدرقوا له بوتا يلوم ينسوا ملكا كتنا سساسب قنتنا تجعباتنا قال نورهم يدقمتو تصنو بأ الله سبحانه وتعالى فكاد لب لاي تصنو يا سادران بأكال لاي سويهم بشتن يعني كوال اسكن اقدر لم يعدر سوال بالنا مستني لايا المستفاكر مبالوني يهم يميهونو بأ الله سبحانه وتعالى هنا انتاوي هنا وساني هنا علماوي هناوي هنا انتاوي وساني هنا الشريعة وساني يفكدهم بألماوي وساني علماوي سن الكوني وساني يتوسنى يهونا نقرنا يهونا لبلو كالا الله يمي هونا لزيهم ما سرجع ناتتشن عائشة رضي الله عنها إمام البخاري بزقبو تحديث لاي من الالو نبي صلى الله عليه وسلم سحر تدرق باتشونا لكم تفتصم باتشونا من ينبر حتى إنه لا يخيل إليه لالو ناتتشن عائشة أنه يفعل الشيء وما يفعله يهونا نقر يدرقو يمسلاتشو سادرغوتي كارالو سا يالا درغوتن يادرغوي مسلاتصال فقال وانه قال لها ذات يوم كلتات انكن يا الله ملكتني صلى الله عليه واله وسلم لناتاتن عائشه عندي هلواتشو اتاني ملكان ولت ملائكه وتشني زند متونا فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي عندنيا وراسكي لا يتكمت عندنيا كغرغي بكل تكمتنا فقال ما وجع الرجل يسويه همم يزيق لسبه همم من دنه على قال مطبوب ولتنيا تقبلنا يعني دقم تفصمو بتنو قال ومن طبه ما انه يهندرقت يفصم بهت سيل للانيون قال لبيد بن الاعصم في مشط ومشاطة وفي دف طلعة ذكر في بئر ذروان لبيد بن الأعصم يمبالو يهوداوين يدرقو بتبت أربت يزأقور ترافينا بما بتأرعونا ويدرقو ندزيهو
ከዛ በኋላ የተምር ዛፍ የወንዴው ክፍል አለ፣ እዛ ስር ነው የቀበረው እንዲህ የሚባል ጉድጓድ ቦታ በማለት ተናገረ ይላል። ይህ እንግዲህ የሚፈጠር መሆኑ ተጨባጭ መሆኑ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወትም ታይቷል። ድግምት ያለ መሆኑ የታወቀ ነው። ወሊሃዛ ይላል፣ ለዚህም ነው የሸሪዓው ባለቤት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲሁም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሽርክ ጋር አያይዘው የጠቀሱት። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሒህ በሆነው ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? እጅተኒቡ አሰብዕ አልሙቢቃት ቃሉ ያ ረሱለላህ ወማ ሁን ቃለ አሽርኩ ቢላህ ወሲሕር ኢላ አኺሪ አልሐዲስ። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ሁለት አጥፊ ዱንያ አኺራን የሚያጠፉ ኢማንን የሚያሳጡ ለአደጋ የሚያጋልጡ ትላልቅ ወንጀሎችን ተጠንቀቁ፣ ራቁ አሉ። እነማን ናቸው የአላህ መልእክተኛ ሆይ ብለው ሰሓባዎች ጠየቁ። ቃለ የረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲዘረዝሩ መጀመሪያ የጠቀሱት በአላህ ላይ ማጋራት ነው ካሉ በኋላ ምን አሉ? ድግምት አሉ። አያይዘው አከታትለው በዚህ አይነት መልኩ መጥቀሳቸው የሲሕርን ክፋት አደገኝነት የሚያሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ ወለቀድ ዓሊሙ ለመን ይሽተራሁ ማለሁ ፊል አኺረቲ ምን ኸላቅ ይላል። በእርግጥም ያቃሉ እነዛ ድግምት አስተማሪዎች፣ ነቢዩላሂ ሱለይማን ጋር የነበሩት ድግምት አስተማሪዎች ኩፋሮች፣ እነዚህ ሻያጢኖቹ በእርግጥም ያቃሉ አለ አላህ። ይህን ድግምት የተማረው ሰው አኺራ ላይ እድል እንደሌለው ያቃሉ። ምን ኸላቅ አይ ምን ነሲብ ከማ ቃለ እብን ዓባስ وقال قتادة إمام قتادة من الله وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم يمسافت بالبيتوش يقالوا بتنقرات شوك على المسارات بمتعلات شو ملكت مسارات أن الساحر لا خلق له في الآخرة آخرة لي من مدل دليل له يقالوا الحسن البصري من الله أي ليس له دين دين يلهم هاي مانوت يلهم هاي مانوت بيسن يعني كإيمان موطعتون يقالون قلت ملكته ولقد علم الله سبحانه وتعالى يالو ለመን ይሽተራሁ አለ። ለመን ይሽተራሁ አይ ተዓለመሁ ነው። ግን መማሩን እሽተራ በሚለው ቃል የገለጸበት ይላሉ አህል ልዕልም ኢማኑን ሽጦ ለውጦ የሚማሩ ነገር በመሆኑ የተነሳ ነው እንደዚህ የተባለው ማለት ነው። እና ድግምት ምን ያክል አደገኛ የከፋ ነገር እንደሆነ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እዚህ ቦታ ላይ ይገልጻል። ስለዚህ ቀጥሎ ወደ ሳሕር ሕክሙ እንሂድ። የሳሕር ሕክሙ ምንድን ነው? السحر كفر، سحر دقمت كهدتنا مننا، وشرك يناقض العقيدة كفرنا، دقمت كهدتنا با الله لاي معقارات اللبت سلزي أمنة يميا فرسنا يميا تفانو. وحد الساحر القتل وده حد كميلات مفيد فردون بتملكته أهل العلم يتلاينا قرس كم توال يتوسنت من السلف كافرنا بلوال إمام مالك أبو حنيفة إمام أحمد رحمه الله يهن أقوام تقار توال إمام مالك أبو حنيفة أن إمام أحمد يكفر على يمي لأقوام اللاتشو إمام أحمد تماريوش جن سحرو يمي سراو سحر كجن نقاقن ينت كليل لونا مدانة الناج سوچن بيتشا يمي تكام كونا يهي أي كفرم ነገር ግን ትልቅ ወንጀል ሰርቷል። ሰው ላይ ጉዳት በማሳደሩ የተነሳ ለዛኛው ላይ የሚወሰደው እርምጃ በተመሳሳይ መልኩ ይወሰድበታል ይላል። ኢማሙ الشافعي በበኩላቸው ሲህርን ከተማረ ሲህርህን እስቲ ግለጽልን እንለዋለን አሉ። فإن وصف ما يوجب الكفر አገላለጹ ላይ ኩፍር ያለበት ነገር ከሆነ مثل ما اعتقده اهل الباب من التقرب الى الكواكب وأنها تفعل ما يلتمس فهو كافر. المهم كذي قدم ينبرو يبابل هزبوش وده كواكبت ميقاربت ونيتانا الناس ميفصموت عين الدرقيت قال لا اسو ميناقرو يهي كافر يبالا لالو نقرقن كفر ما يسكدج كهنا ولكفر ما بكع كهنا اي كفر نقرقن دقمت يكتالا البلو كامنا بتكلو حرام نقرنا ونا يهي يكافر لالو. እና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኩፍሩን ያኒ አፍዋን ድግምቱን ኩፍር ብሎ ጠርቶታል። ፈቃል ኢነማ ቃለ ኢነማ ናሕኑ ፊትነቱን ፈላ ተክፍር። ድግምት አስተማሪዎች ራሳቸው
ለሚማረው ሰውዬ እኛ ለፈተና የተላከን ስለሆነ እንዳትከፍር ብለው ይሉታል ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እንዳትከፍር በዚህ ግልጽ ቋንቋ ነው የሚነግሩት። እንዲህ ያጓጉትና ልቡን ያንጠለጥሉና እንዳትከፍር ይሉታል። ምን ይሰራለታል? እሱ መበቀል ስለሚፈልግ የሆነ እርምጃ መውሰድ ስለሚፈልግ ግድ የለውም። ስለዚህ ሲህር ኩፍር መሆኑ በግልጽ ቋንቋ እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ ወማ ከፈራ ሱለይማን ወላኪነ ሸያጢና ከፈሩ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ተመልከት፣ ነቢዩላህ ሱለይማን ድግምትን በመስራትም ይሁን በመማር ኩፍር ውስጥ አልገቡም፣ አያስተምሩም፣ አይሰሩም ማለት ነው። ኩፍር መሆኑን አስቀመጠ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ነገር ግን የከፈሩት ሸያጢኖች ናቸው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኢዘን እነዚህና መሰል ማስረጃዎች ካፊር ያኒ ሳሕር ካፊር እንደሆነና ከኢስላም ውጭ እንደሆነ ያስረዳናል። በአብዛኛው ሲህር ከሸይጣንና ከጅን ጋር የተያዘ ተግባር በመሆኑ የተነሳ ማለት ነው። ጠይብ ወሐዱ አሳሕሪ አልቀትል ይላሉ። የድግምተኛ እርምጃ የሚወሰድበት እርምጃ ምንድን ነው? ግድያ ነው። ይህን በተመለከተ እንግዲህ ግድያ መሆኑ ከብዙ ሰለፎች የተገኘ ንግግር አለ፣ ሐዲስም አለ። እሱም ምንድን ነው? ሐዲስ ጁንዱብ መርፉዕ የሆነ ሐዲስ አለ። የቁል ሐዱ ሳሕሪ ضርብሁ ቢሰይፍ ረዋሁ ትርሚዚ ወቃል ሰሒሕ አነሁ መውቁፍ። ጁንዱብ እብኑ ዓብድላህ አልበጀሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ምንድን ነው የሚለው? ሐዱ ሳሕሪ ضርብሁ ቢሰይፍ፣ የድግምተኛ እርምጃ በሰይፍ አንገቱን መቅላት ነው ይላል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል ብሎ ነው የተናገረው። ይሄ ግን ደካማ ነው ይላሉ ኢማሙ ትርሚዚ። ስትክክለኛው የእሱ አቋምና ንግግር ነው ይላሉ። وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر. من إلى بجالة بن عبدة رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه دبداب بيز آفلن إلى دقامي وندوتشن الناسيتوتشن قدلواتشو يميل تزاز استرال لفلن ይሄኛው ደግሞ እኛም ደግሞ ሶስት ደጋሚዎችን ገለናል ይላል። እናታችን አይሻ ሐፍሳም ረዲየላሁ ዐንሃ ወርዳሃ አንዲት አገልጋይ ድግምት ፈጽማባት ነበርና እንድትገደል አዘዘች፣ ተገደለች ይላል። صح ከጁንዱብም እንደዚህ ተገኝቷል። ኢማሙ አህመድ ምን ይላሉ? ከሶስት ሰሃባዎች የተገኘ ንግግር ነው። عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم እና ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? እርምጃው ይሄ መሆኑን ነው። እነዚህ ሰሓባዎች ይህን እርምጃ ከራሳቸው አይደለም ያመጡት፣ ከማስረጃ ተንተርሰው ነቢያዊ መሰረት አግኝተው መሆኑን የሚያስረዳ ነው ይላሉ አህለል ዒልም። ስለዚህ ግድያውና እርምጃው ግድያ ነው የሚሆነው። የሚገለው ማን ነው ከተባለ ባለስልጣን ነው የሚገለው። የኮኑ ተንፊዝ ዛሊከ ሚን ወልይ ልአምር ሐላፊውና ዋና አስተዳደር የሚባለው አካል ነው። ማንንም ተነስቶ በሸሪዓ የግድያ እርምጃ የሚወሰድባቸውን ሰዎች በተመለከተ ማንም ሰው ተነስቶ እንደ ልቡ ማድረግ አይችልም። ባለቤት አለው፣ ኃላፊ አለው። ያኛው ኃላፊ ነው እርምጃውን መውሰድ የሚችለው ማለት ነው። ኃላፊው ከሌለ፣ መስኡሉ ከሌለ፣ ሌሎች ሰዎች ተነስተው እንደ ልባቸው ይህን እርምጃ መውሰድ አይችልም። ምክንያቱም ኃላፊነት ነው፣ ተአምኝነትን የሚጠይቅ ታላቅ ወሳኝ ነገር ነውና። የሚገደለው ካፊር ሆኖ ነው አይደለም? ካፊር ቢሆንም ባይሆንም በሁለቱ መልኩ ይገደላል። አህለል ዒልም በግድያው ላይ ተስማምተዋል። ቅድም እንዳልነው የሚጫጫሱ ነገሮች ምናምን መድኃኒቶች ብቻ ተጠቅሞ ከሆነ አይከፍርም፣ ግን ከባድ ወንጀል ነው የሰራው፣ የእሱም እርምጃ ተመሳሳይ ነው፣ ግድያ ነው ይላሉ እነዛ ያኑ ያሉት ዑለማዎች ማለት ነው። ስለዚህ የከፋ ሐራም የሆነ ነገር ከኢማን ከኢስላም ያስወጣ ከባድ ነገር ነው። ወሚማ ይድሉ ዐላ አነ ሲሕረ ኩፍሩን ኩፍር መሆኑን የሚያመለክተው ቀውሉላሂ ተዓላ ወላኪነ ሸያጢና ከፈሩ ዩዓሊሙን ናስ ሲሕረ፣ ሸይጣኖች ናቸው የከፈሩት፣ እነሱ ሰዎችን ድግምት በማስተማር በማለት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የገለጸው ግልጽ ማስረጃ ነው። ድግምት ኩፍር መሆኑን የሚያስረዳ ድግምት ሐራም ነው፣ ምቀኝነት ነው፣ ከአላህና ከመልክተኛ መመሪያ ጋር የሚጋጭ ከኢስላም የሚያስወጣ አደገኛ ከሆኑ የከፉ ወንጀሎች መሀል ይገኛል። ይህን ልንጠነቀቅ ይገባል። መስተፋቅርም እዚህ ውስጥ ይገባል። ወንድና ሴትን ለማገናኘት የሚጣሉትን የተጣሉትን ለማስታረቅ አንድ ላይ የሚኖሩትን ለማጣላት የሚደረግ መስተፋቅር አለ። ይሄኛውም እዚህ ውስጥ ይገባል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቲወላ ከሽርክ እንደሆነ ተናግረዋል። ቲወላ ማለት መስተፋቅር ነው።
حرام لمهنو من ترطاري يلوم. فأسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من الفتن، ويحفظنا من ويبعدنا من نواقض الإيمان والإسلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.